قام المجلس المحلي في مدينة بزاعة بالتعاون مع القوة المشتركة في الجيش الوطني بفرش الطريق الواصل بين قرية السفلانية ومدينة أبيسين. طبعا هذا الطريق كان يشكل عبء كبير على المواطنين، كان تعبان كتير، فبالتالي نحن نتشكل القوة المشتركة في الجيش الوطني بمساهمته مع المجلس المحلي بفرش هذا الطريق وتخفيف العبء عن المواطنين. طبعا مستقبلا كمان في عندنا مشاريع جديدة بالنسبة لطرق جديدة إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله. إذا بدنا نروح من السفلانية على قباسين في صعوبة ميكنية كثير. صرنا هلق قبل ما يتزفت الطريق كنا نروح على نطلع على قباسين، نطلع من السفلانية على بزاعة على الباب، نطلع على قباسين على المسافة شي 20 كيلومتر، وبجهود الشباب عبدونا الطريق وزفتوا الطريق وصارت المسافة من السفلانية لقباسين شي 2 ل 3 كيلومتر، يعني صارت الأمور سهلة جداً.